السلام عليكم الدراري، معكم اليوم ميتي فيديو جديد. اليوم جبت لكم واحد الضيف اللي اول مره غادي يبان معنا في لاشين. شحال هادي ما جبت لكم شي ضيف. هذا الضيف هذا اللي عندنا اليوم اللي هو يسري. يسري كيعتبر واحد من لي برو فيفا، احسن لاعب فيفا في المغرب. هو بروفيسيونيل في برو وانا بروفيسيونيل في مش بروفيسيونيل. انتما قولوا بروفيسيونيل، انتما عارفين كيفاش تلعب فيفا. المهم انتما قولوا بروفيسيونيل وصافي. داكشي علاش هو غادي يلعب معايا فيفا، والا ربحني دابا دخلنا المعقول. انا دخلت ب 50 وانا دخلت ب 50 ماشي اي 50، 50 اورو يعني هاجي بوحده دايره 500 درهم. فين هو غادي؟ وهو عنده حتى هو 500 درهم، يعني اللي ربح غادي يربح 100 اورو. القوانين كالتالي، عندنا اربعة الفراقي، انا عندي جوج فراق نختارهم وهو عنده جوج فراق يختارهم. يعني يقدر هو نحاول نقيدو شويه، هو يقدر يختار فراق عيانين باش يحقر عليا. انا قلت نقولوا صافي، انا يقدر زعما ماشي ضروري تختار زعما فراق عيانين باش تربحني، فهمتي؟ وانا غادي نختار فراقي واعرين اوف كورس، حيت 1000 درهم هي ماكش نضيعها باش تلعب. سو الفراقي اللي اختاريت انايا اللي هما العب بالبايرن والعب بالبرازيل. نشوفوا هو باش بيلعب. انا تنخلو نشوفو ديك الساعه باش غادي. ايوا يا حميد احتقار هذا. دابا انا قلت له الاوراق ديالي دابا الله ما اختارش انا البايرن البرازيل، ضحكت معاك. المهم الفلوس محطوطه في الطبله والجيم غادي تبدا دابا ونشوف شكون اللي بيربح. بكره تندم جميل. صافي كما كتشوف هادو هما الفرق اللي اختارينا. لعبتي انا بالبايرن كيف قلت لك. السلام عليكم. وهو لعب ليا باليوفي، يعني فيها رونالدو غادي تقب الشبكه. ولكن هاد الماتش هذا غادي يكون بقوانين خاصه، اللي هو الا ماركيت من خارج كاري التزويت غادي تحسب البيت بجوج بيوتا، ومن الداخل غادي تحسب غير البيت واحد. يعني انا عندي ليفاندوفسكي كيعرف يشوت، هو عنده رونالدو راه ما عرفتش تاع تشوف من دوما تعرف يشوت ولا لا. شوف شات شوف واخا ما تعرف فيه والو خصك تخربق فيه شي حاجه، فهمتي؟ باش تبان، خصك تبان واعي، خصك تبان دماغ. اوكي دراري كما كتشوفوا دابا الماتش بدا، وخلينا نباسيو الكرة و يا ربي نربح وصافي. اش بان لكم الدراري شكون اللي ربح في الماتش؟ اللي توقع النتيجة يربح معنا البيكا. لا توقع النتيجة يربح معنا قلاس. طلق كرة، 70 عام باش تطلق كرة. اللي قلتها واخا احسن نقول في العالم. انتو كلاص هذا شحليه الفرقه كامله ولا كيفاش؟ البايرن واو 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 رونالدو ولا لا سير روح كره روح كره فين ما هاني ولا رونالدو الله يرحم بها الوالد الا ما يجري جري اخو كومان جري خاصني بيت من خارج كاري التزويت وبيت من الداخل، انا ندير جوج. هو شوف دابا انا ماشي فقد الامل انني خاسر دابا، ياك دابا كاين امل اوف كورس ديما كاين امل. جوج بيوتا تولي عندك تولي اربعه جوج بيوتا من الخارج. لا 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 دق دق نق نق نحن نغرق. واو 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 وقف عند حدك وقف عند حدك كواترو خيرو يا نهار اسود. الواد بيتكلم لغات. واحد جوج ثلاثة وجدوا راسكم باش تشوفوا أعظم مباراة غادي نلعبها في حياتي دابا. ريمونتاج فرج سير أخو ليفاندوفسكي. اللعبة ما بدنيش نربح، اللعبة ما بدنيش نربح، أش ندير لها أنا؟ بعيد الخطر لا خمولي حشومه.
انا حيت خفتو ما يطلعش مثلا شي فرقه فهمتي دابا انا داكشي علاش ما خليتيه دابا الماتش باش ضمن ان عنده فرقه بعدا طالعه فهمتي شكرا كنبغيو نتواضع مع الناس ندوزو الماتش اللي جاي صو الماتش اللي عندنا دابا اللي فيه روسيا ضد البرازيل نفس القوانين بحال داك الماتش اللي فات و ليتس جو جيل بداية صرخ نيمار صرخ نيمار الهدف شو معي ما تحش شو معي اخوان الصدفون الغراب عليهم الماتش دابا هو شوف دابا فيرمينو عنده مع كواريت عارف صحيح يعني غادي نحاول نلعب ليك انا صاحبي شحال تاكتيك اللي عافاك ما تمارسش هي دابا لا 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 الحكم بيلانتي ما عمركم شفتوا مالك البيلانتيات كيشوف البيلانتي من قبل ياك جدوا راسكم باش تشوفوا احسن منفذ ضربه جزاء العالم نيمار ما كيبغيش كيلانتي في نيمار لا يزيد ما لعبش نيمار والله لا لعبت نيمار عرفت كيف تقيد لا يا اخي انا نيمار ناضي كوتيني كيشوف كيزقل البيلانتي كيزقل زكر باا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 ا
وقف عند حدك يا حميد وخسرنا شوف حياه تجارب ياك. واصلا دابا الفلوس يخنزتني انا اش غادي نستافد؟ انا كنت بنجرب بهم الخير نجرب بهم مشروع خيري فوالا شوف شوف اللي قلت شحال كندخل انا في الشهر الاخوان اقل حاجه عندك بين صفر وصفر فهمتي كاين واحد الفرق بيناتهم كاينه. دابا غادي نسلموا الجائزة كل روح رياضية المولى 50 صافي انا خويا فلوس اعطيني فلوس انت شنو فيش الضحك اوكي هي كومز ذا ماني هي وي جو زوينا صافي قبل ما نجي الكره دي والله يتهاني صدرك كان هذا هو نهاية تاع الفيديو. الى عجبكم ما تنساوش تخليوا لي واحد لايك اتليست بدا تشجعونا شويه مشات لي 50 اورو دابا خصكم تشجعونا بلي لايك الدراري وخلي لي معكم شي كومونتير قولوا لي انا جيم بغيتني نقصر في الفيديو الجاي وعلاش لا ما تكونش مع يسري حتى هو. ولا باقي ما ابونيش الدراري ما تنساوش دير واحد سبسكرايب كيف ما قلت لكم 1000 ابوني قبل 2021. وبلا ما نطول عليكم كان معكم مهدي ويسري بيس.